السلام عليكم. اليوم نعود إلى موضوع نتاع المدرسة العليا للفندقة اللي تم إنشاؤه في منطقة عين بنيان، واللي يعد مدرسة يعني مشروع رائع عصري وبمواصفات عالمية. إذا نعاود نولي للمشروع هذا، نديرو يعني سكون أبال إن ريتروسبكتيف حول الموضوع هذا لنقدم لكم ونعرفكم بهذا الإنجاز الرائع. وللعلم أنه يعني كان فيه قرار قديم يعود إلى يعني مرحلة مضت لإنشاء 3 مدارس للفندقة، الواحد هنا في الجزائر والثاني في وهران، انتهت الأشغال بهم في زوج، راهم موضوعين حيز الخدمة، راهم في العمل تاعهم تاع التكوين في ميدان الفندقة والإطعام، وإذا وفيه مشروع آخر في قسنطينة، المشروع تاع قسنطينة مازال يعني معطل، مازال لم ينطلق. إذا اليوم نعرفكم المشروع نتاع مدرسة الفندقة والإطعام في عين بنيان بجزائر العاصمة. إذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الرائع حول هذا الإنجاز العالمي، واللي التكوين يتم بالشراكة مع سويسرا، مع مدرسة لوزان اللي في سويسرا، مدينة لوزان اللي معروفة بعراقتها، لأن المدرسة في لوزان عندها أكثر من 120 سنة نتاع التجربة. إذا في شراكة ثنائية بين سويسرا والجزائر في ميدان التكوين في الفندقة. إذا خليكم تتابعوا الفيديو الرائع حول هذه المدرسة، والسلام عليكم.